وكذلك عندنا الشباب رائد والشبيبة التجمعية، وهذا التجمع ديالنا اليوم هو من أكبر التجمعات السياسية الفكرية ديال الشبيبة. تبارك الله عليكم، لأنه دابا حنا كنا كنديرو السياسة، والسياسة قبل كل شيء هي أخلاق. متفقين معايا؟ وما يمكنش واحد يجي يدافع على الاخلاق في السياسه الا هو ما عندوش الاخلاق. نقول لكم داك السب والقذف في السياسه ماشي ممارسه، ولكن هو كيبين بانه كاين واحد الفشل وتعبير عن الفشل. بغى يجيب المقعد ديالو وينجح في الانتخابات، اللي بغى يجيب المقعد ديالو وينجح في الانتخابات يكون متيقن، يكون متيقن لان هذا هو 2021 ياك، وعاود كيديروها ملي كانوا الانتخابات، ولكن ما كيجيبو والو. وراكم شفتوا النتائج ديال البارح، مطلوب من السي سعد بن باب هنيئا على نجاحكم، هنيئا على تعهدات كذلك ديال الأغلبية، نجاح كبير. و دابا إلا سمحتوا لي هاد الناس هادو باش نكونوا متفقين، ما غاديش يجدونا لهاد الكلام الساقط، لأن حنا سياسية، ما تسمحش لينا باش نسبوا الناس، ياك متفقين معايا الاخوان والاخوات؟ اشوف اياه نقول لكم عندنا 430 الف عملاء اللي كتاخذ الدعم، وضربناها في 4.5 بالنسبة للحكومات السابقة. نقول لكم ربحنا البارحة ضربات، وحنا قيم صالح، وملي بدينا العشرات ديال الانتخابات الجزئية عيونا كاع ربحناهم وخسروهم. هو ملي كتشوف هاد الهزائم كلها زعما ملي كيشوف هاد السيادة اش باغي السياسيين كيخدموا واحد التعهد وقال لي قولوا لي لا حنا نقولوا لكم دابا اش غيوقع. السياسي
وغادي يتجندوا. وابتداء من هذا اليوم غادي تشاهدوا دفا غادي تحزقوا، لانه غادي نبداو نخدموا ونخدموا بالمعقول. وباقا الله يسر غلط ولا ما عندوش حل يسبوا بالليله. كنشوف الدعم ديالكم كل نهار في ريزو سوسيو، وانتم حاضرين وكتقولوا الكلمه ديالكم. خذوا الكلمه تكلموا، ما تخليوش لهذوك المهوجين والشعبويين هما اللي يتكلموا. عندكم ما تقولوا واحد العدد ديال المسؤولين عندك الحكومه وعندك الاغلبيه. تيقوا فاسكم، حنا تيقين فيكم، زيدوا الامام. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.